رقمي كده على طول كده 010 انتر. ايه ما تكلمتش ليه؟ ما تكلمتش ليه؟ هي من اولها هتتقل كده. ايه ده، نظام ده على الفيسبوك جديد ولا ايه؟ فيسبوك ليه يا عم؟ شفني اهبل يعني ولا تافه؟ ليك في حالك بس. قولي بقى عشان عايزه اتخيلك، شكلك عامل ازاي؟ بص يا ستي، انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن، اوكي؟ وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني، يعني ممكن ابقى وردي شويه. اما بالنسبه للطول بقى، انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعناية سودة. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شوية. يا ترى شكلك ايه يا دينا؟ يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا. يا فرج الله، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا معلمه. الديناصورات وصلت. اهلا اهلا من بعواد. اهلا يا رجاله، كلم المطبخ بسرعه خليه يزود. من عينيا يا معلمه، اجري بسرعه اجيب طعمين كمان. خليهم اربعه نشرح. هوا عندك اربعه حلواني؟ والله يا خليل ما عندكش فكره دينا دي طلعت لذيذه قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه. هي ابني انها بتطلع في الصور زباله يعني. يا رب تصدق، بس ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي، انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. دي حصلت كتير قوي. ايه يا خالو ده؟ انت خلصت الكبده كلها؟ يا ابني هات له كبده. خلصت يا باشا. ما خدتش كبده، ما خدتش كبده. اربع كلمات. تاني واحده. تالت واحده. تالت واحده. فيهم الف ولام؟ في ان من في حاجه اسمها ان. ايه يا عم؟ معلش مش هتكلم مش هتكلم. ماشي. ست موزه. موزه. ليله القبض على خالتي. تاني خالتك؟ ايوه يا بابا. انا في ميتنج دلوقتي يا بابا. نص لسه هتجوز. ايه؟ اروح اعزف كل الشغاله يعني بيتخانقوا في السنبله وين يا بابا؟ كيف ده هتخلص زوجتك؟ هو ده الكلام. قصدك ايه؟ حاضر يا بابا. انت بتضحك على ايه؟ على فكره احنا لسه فيها، انت ممكن بقى تفضى بقى لمامتك وخالتك. ايه يا جماعه؟ الله، على طول كده؟ ده فيلم يعني، هتخانقوا عشان فيلم؟ هاي جايز واتس اب. رفقوا يا جماعه. يا مش محتاجين نتعرف. وهل يخفى القمر؟ طبعا حسن. ده ما ورايش سيره غير حسن. جه حسن. ازيك يا حسن؟ حسن حسن ايه ميكس يو مين مدحت؟ مش ده حسن بتاع الفيسبوك؟ نو ذس از مدحت بتاع تويتر. انت مش قلت لي انك فاضيه؟ يس هاني حسن، ده لسه خيال اون فيسبوك. انسحاب يا كوتش. كده يا ميكس. انت ما قلتليش اعمل ايه؟ حرام عليك بقى، مش تظبطي معايا قبل ما تجيبي مدحت. ويت مدب مدب مدب. اخرس اخرس بقى، لو كانت قالت لي كنت ظبطت الدنيا. عندي اسمكم مجدي، عندي ليك مفاجأة فظيعة. أنا جاية مصر. بتهزري؟ والله جاية كمان يومين، ولازم أنت تبقى أول حاجة أشوفها لما أجي. أول حاجة؟ أول حاجة مش تاني حاجة أو تالت حاجة؟ أيوة طبعاً أول حاجة. يانا يانا يا تعبني، ما بيسيب الباب كده. يا مجدي. ايوه
ايه ده؟ خالي؟ مجدي؟ ما تظلمنيش يا خالي ولابس كرسي؟ اصل يا خالو النهاردة انا لابس كرسي علشان يعني كنت عايز ابان ارفع شوية. اصل يا خالو النهاردة دينا جاية من السفر فانت كنت عايز يعني ابان، انت فاهم بقى يا خالو الحاجات دي. بلاش كلام فارغ، اللي تحبك تحبك علشان جوهرك، عشان مضمونك، مش مهم عندها في خادك ولا وراكك ولا. بس خلاص خلاص خلاص، عشان عارف الكلمة الجاية هتبقى ايه. اقلع اقلع. حاضر اهو. على فكرة انت لا ناقص ايد ولا رجل، ولو بصيت حواليك هتلاقي عبقرة كتير تخان، امثال صلاح جاهين وانا وكامل الشناوي وغيرنا وغيرنا. طيب بقول لك ايه، تفتكر يا خالو يعني المره دي في امل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. الله، امال عمال تقول لي صلاح جاهين وكامل وانا، امال ايه ده كل الكلام اللي انت قلته ده؟ يلا بس عشان هتجيب لي ديسك. ايه ده بس؟ والله يا خالو عارف انا حاسس في امل، حاسس بخير كده يعني. اصل يعني برضه تقدر تقول لي اشمعنى يعني بعد ما اتكلمنا في التليفون وكده فجأة قررت تغير وتيجي تعمل الماجستير في مصر؟ تمحيك قوي يعني. طيب عيني في عينها كده، انت حبيتها ولا؟ قوي يا خير. اسمع بقى حتة التأبين دي. تأبين؟ تأبين ايه يا خالو في الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده؟ يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متعكنن، انا متحصر، جاي بعزي بنتك سامية يا احسن واحدة بتعمل بامية. مين في المكتب مش متأثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. الله يرحم الله يرحم. طب يا خالو انا لازم امشي بقى عشان الحق الطيارة، انا اتاخرت قوي. طيب ما نطبخ لنا 20 بيضة كده. لا لا لا، بقولك متأخر مش هينفع يا خالو. عموما انا هطبخ 20 بيضة. ماشي ماشي. انا نفسي اومليت ولا عيون؟ لا اعمله عيون. طب خليهم 40 وحط لنا بلوبيف. اكل وانزل بقى، مطار بعيد برضو. ابو نواف اجي. اجي؟ اه. نواف مين؟ جاي من دبي. اه انت مستنيه حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجي يعني ابو نواف؟ معرفش والله اجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ اه هيخرج من هنا، تلاقيش مجدي. يا رب انا قلت مكعبله. اه بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي؟ ازيك؟ تمام الحمد لله، كويس الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، انا ما كنتش اتخيل ان انت تاخده خاوي بالشكل ده. بصراحه ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعه كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص، اصل دينا شنطها اتاخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي خدي خدي، تعالي هنا. ها اوز انت. امال انت مين؟ انا رباب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده كده، مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي، حكي بحاجة بس. هاي، امال مجدي فين؟ دينا صح؟ اه دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجة؟ لا لا بعد الشر، هو كويس كويس بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ اه جات له حاجة على غفلة فسافر على فجأة. على فجأة. يوه. ايه اطمني اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي، انا مش مجدي. ما انا عارفة اسمك ايه يعني. عادي. هكلم مجدي بقى عشان افهم فيه ايه دلوقتي. هكلمه دلوقتي؟ ايوه حالا. ايوه. لا 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 لا، ثانيه ثانيه ثانيه. في ايه؟
اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه. انا هتكلم. انا مالي؟ طيب ثانيه واحده، اروح تتكلم دلوقتي. ابو نواف اجي. ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو جوز. ايه ابو ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الو. ايه مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفريه مفاجاه كده تبع الشغل. طياره الدوحه، اخر نداء لطياره الدوحه. ها ها. لا مفيش، هو يعني طياره الدوحه يوم يومين. اخر نداء لطياره الدوحه. ها اخر نداء لطياره الدوحه. ها يا دينا. ها كنت بتقول يا عم هو طالع الدوحه؟ يا عم انا مش عارف اقوم هنا. ايه الصوت ده؟ هو انت في المطار؟ الدوحه. ايوه انا في المطار اهو. الدوحه. ايوه بخدم الباسبورات. الدوحه. بخدم الباسبورات وداخل على الطياره. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي. سلام يا اخي. الدوحه. وانا لو يعني هروح الدوحه هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحه. الدوحه. انا اسف جدا اتاخرت، بس الحمام كان زحمه قوي. ولا يهم. كلمتي مجدي؟ كلمته. رد عليكي؟ رد طبعا، قال لي استنيني استنيني لسه قدامي كتير على الطياره، بس قلت له مش قادره عايزه انام هموت. اوكي طب طلعي قدامي. طيارتي الدوحه. ايوه دينا جايه. معلش ثانية واحدة، العربية دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي؟ هتكفي الشنط طبعا. ثانية واحدة بس. صدقني مش هتكفي، انا شنطي كتير قوي. يا ستي ولا يهمك هتكفي، بس اظبطي. طب ليه بس اهم حاجة في حاجة تتكسر معاكي مثلا طقم كاسات طقم جيلي بتاع؟ بص هقول لك حاجة، انا هاخد تاكسي وانت تعالى ورايا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تاكسي ازاي بتقولي ده؟ عيب عيب. ازاي معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. انا عارفة انا بقول لك ايه. والله هيكفي بس اظبطي بس. طب هقول لك حاجة. ها اديني دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس يا ستي. وده مستحيل يحصل، لو لقيتي الشنط ما كفتش ايه خدي تاكسي، مستحيل يحصل. فرصة بس. الو. ايوه يا مين. دينا ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام، انا في التاكسي اهو طالعه على بيت عمتي. بقول لك ايه يا ميجو، ايه الهلهوطه اللي انت بعتولي ده؟ هلهوطه ليه؟ ليه ليه بتقولي كده؟ انت مش فاهم، ده مسخره. ما شفتوش هو مزنوق جوه عربيته وشنطي ماليه العربيه شكله تحفه؟ ده يعني كذات الراجل ان هو بيخدمك تقومي تقولي عليها لهطه؟ وانت محموق له كده ليه يا مجدي؟ محموق له علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دينا. انا اسفه قوي والله ما اقصدش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا. انا ما اقصدش حاجه والله. كيوت؟ طيب طب دينا سلام دلوقتي، علشان انا بس بخلص الحاجات اللي في المطار وكده. باي باي. مجدي الو؟ الو؟ كمان كيوت؟ ازيك يا عم عبدو؟ الحمد لله على السلامة يا ست هانم. الله يسلمك، خد منه الشنط لو سمحت. أوامرك يا ست هانم. ميرسي يا جميل، تعبتك معايا. باي باي. جميل كاتك القرف في حلاوتك. ايدك معايا يا اسطى. اسطى اخس عليك يا دينا، سنه بحالها ما تساليش على عمتك. والله وحشتيني قوي يا عمته، معلش الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليا شويه. الله يرحمك يا بكر يا اخويا. الله يرحمه يا رب. فعلا يا عمته من يوم ما بابا مات وانا حاسه بالغربه، ده غير كمان ان ماما هتتجوز. بصي بقى سفر مفيش بقى، انت تيجي تقعدي معايا البيت واسعه، وحتى لما تتجوزي تجيبي خطيبك الغلس ده وتيجي تقعدوا معايا. وخلاص فسخت خطوبتي. والله احسن يا شيخه، ده كان غلس، كان رخم قوي، ده كان عليه قفا، كنت ببقى نفسي امسكه اسكعه على قفا كده من كتر غطته. يا ساتر ولمه. ايوه ولمه. خلاص بقى يا عمتي اروح الحلم. قولي لي بقى مفيش حاجه جديده؟ شكلها كده هيبقى فيه، بس ادعي لي من النبي يا رب. بقول لك ايه يا دينا، انا هقوم احضر الاكل، ده انا عامله لك شويه ملوخيه من صنع ايديا تاكل صوابعك وراها.